مقتل البلوجر الشاب المتحول نور بيم، حيث عثرت السلطات عليها من منزله في بغداد مصابا بثلاث رصاصات اطلقها عليه مسلح يقود دراجة نارية ديليفري. وافادت المصادر ان الثلاث رصاصات استقرت في منطقة الركبة والبطن، واوضح المصدر ان قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا للبحث عن الجاني الذي لز بالفرار الى جهة مجهولة، مشيرا الى نقل جثة الضحية الى الطب العدلي. بعدما افادت المصادر الامنية اليوم الاثنين عن مقتل البلوجر نور بيم على يد مسلح في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، وذكرت المصادر الإعلامية أن شخصا مسلحا يستقل دراجة نارية أقدم ظهر اليوم على قتل البلوجر الملقب نور بيم مستخدما سلاح نوع مسدس ضمن حي الدوادي في المنصور. وصار اغتيال البلوجر العراقي المعروف باسم نور بيم غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت صحيفة السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله أن شخصا مسلحا يستقل دراجة نارية أقدم على قتل نور بيم مستخدما سلاح نوع مسدس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.